لنحتفل برقم المليون لمعجبين زين على الفيسبوك بطريقه غير تقليديه. فسوينا رصد للبروفايل تبعه ايش بحب، وسوينا له برنامج بحيث انه يفيده بشغلات معينه. كيف السيارة؟ اليوم احتفلنا مع المعجب رقم المليون لصفحتنا على الفيسبوك فراس من أحد طلاب الجامعة الأردنية. إيش كمان عندك مواهب تانية؟ مارشال آرت بشكل عام والسلة. مارشال آرت والسلة. بحب مثلاً الأمامي، فحكينا بنلاقي له تشامبيون انه يقابله ويسوي له شويه منتورينج. بيج فان. رياكشن لما شفت هاشم، يعني هذا كان شرف كبير لي انه اشوف هاشم، بعتبره زي قدوه لي، زي قدوة إلي بالتمارين والها. هو بطل عرب هاشم أرغاغا، أنا كثير بحترم طريقة لعبه، كثير رائعة، كثير أسلوبه كثير ممتاز، يعني بطل. زي رائعة. شكرا كثير حبيبي. ابو الغور طلع لي بطريقه مفاجئه، لما شفت يعني طلع لي بطريقه مفاجئه ضحكني، كان اشي كبير رائع، يعني تغير الجو كله وصرنا نضحك ونمزح زي كأننا اصحاب من 6 سنين. عريس يتقدم. حقيقة في زين إيمانا منا بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي، كنا من أوائل الشركات اللي كان لها تواجد على صفحات التواصل الاجتماعي. أول خط إلي زين، آخر خط إلي زين، كل خط زين. لايك مليون، أحلى لايك في حياتي. واجبنا فرحتنا بتكمل فيكم، نفتخر فيكم وبخدمتكم. معكم نستمر بالنجاح. بدأنا بكم ومعكم نستمر، معا بنكبر وبننمو. تواصلكم معنا بكملنا. مليون شكرا.